هذا وأكدت المملكة العربية السعودية أنها ستواصل وبشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم 5 أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. وأشارت السعودية إلى أن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا فرق بين قادته في الجناحين العسكري والسياسي، وأنها ترفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطة الحزب الإرهابية والعسكرية، مؤكدة في الوقت نفسه أن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا ويؤججون العنف في العراق واليمن ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة للإجراء المتخذ يتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في السعودية.